السلام عليكم. اليوم جايب لكم هذا اللوح الذكي. طبعا راح نشوف الان هذا عندنا اللوح هذا الذكي. طبعا عندنا هذا اللي هو حق اذا كتبنا نقدر نحذف الكلام. وهنا عندنا القلم، راح ناخذ القلم نكتب الان على هذا اللوح. راح نكتب بسم الله السلام عليكم. طبعا هذه السلام عليكم إذا بغينا نحذفها مجرد أن نضغط على هذا راح يمسح الكلام. طبعا راح نكتب الآن welcome. طبعا هذه welcome إذا بغينا نمسحها مجرد أن نضغط على زر الحذف هذا راح يطلع يحذف. هذا هو راح يجي منها ألوان اللي هو أزرق وألوان ثانية. طبعا هذا القلم تقدرون بعد ما تخلصون تحطونه هنا في هذه الساعة الرمادية. راح نشوفها، طبعا راح نفتحها من هنا ونطلع الساعة الرمادية. هذه الساعة الرمادية، طبعا هذه الساعة فيها توقيت هنا اللي هو 5 دقائق 10 دقائق 15 دقيقة. طبعا كل واحد من هذولي يعطي حسب الوقت الموجود هنا. طبعا هذا اللون الأصفر بنفسجي برتقالي. طبعا كيف طريقتها؟ راح نقلبها كذا يبدأ يعد على حسب الموجود هنا من دقائق. راح نشوف هذه كم، هذا راح يخلص في 5 دقائق، هذا في 10، هذا 15 دقيقة. زي ما انتم شايفين الرمل راح ينزل من هنا، شوفوا كيف. طبعا الحين جالس ينزل الرمل، شوفوا كيف الاصفر سريع في النزول، وبعده هنا البنفسجي اقل، وعندنا هنا البرتقالي اقل. اذا خلص هذا يكون خلصت 5 دقائق، وهذا يكون خلصت 10 دقائق، وهذا ربع ساعة اللي هي 15 دقيقة. طبعا هذه الساعة الرملية شكلها جميل، تقدرون تحطونها وتقدرون تستخدمونها حسب احتياجكم. يعطيكم العافية، شكرا. اللي هي عجينة السيراميك، طبعا زي ما نشوف هنا مكتوب عجينة السيراميك. بالمقص راح نفكها من هنا، راح نقصها الآن. نجيب مقص ونقصها من هنا، بسم الله. الآن بعد ما قصيناها هذه هي العجينة السيراميك، شوفوا كيف شكلها. طبعا هي مع الهواء بعد فترة تنشف، يعني راح نشكل فيها أشكال بعدين راح تنشف. هذه هي عجينة السيراميك، طبعا تقدرون تشكلون فيها الأشكال اللي تبغون، فيه منها مقاسات أكبر من كذا تقدرون تستخدمونها تشوفونها. هذه هي عجينة السيراميك، طبعا تقدرون تشكلون فيها أي شكل. هذه الكواية البخارية، طبعا هذه الكواية البخارية راح نشوفها. هذه طبعا راح أول شيء تفكون هذا اللي تحت من هنا، تشوفون كيف تفكون هذا هو، بعدين تعبونه موية. تقدرون تفكون هذا الغطاء تعبونه موية بعدين تسكرون. طبعا زدت سبق نبيتها مويه، هذه موجود فيها مويه، تعبونها بعدين تسكرونه حسب القفل المكتوب. الان يقول لك كذا القفل، ايوه كذا، لين نسمع الطقه. هذه الان هذا القفل لازم نضغط اول بعدين نقدر ننزلها، شوفوا كيف الى الاسفل، ونقدر نرفعها كذا. هذا القفل اللي يمسك. وهنا عندنا التشغيل، عندنا نقدر نسويه بقفل، نقدر راح نشغلها الحين ونشوف. طبعا راح نشغلها الآن، بسم الله. الآن هذه شغلناها، شوفوا كيف اللمبة هنا الزرقاء مولعة، يعني انه الآن يبدأ يشتغل. ايوه
هذا الآن صوتها أو شايفين البخار، صوت البخار أي شايفين البخار، في بخار هنا طالع. هذا إذا بغينا نخفض نسكر نتحكم في درجة البخار، نقدر نخليه يدوي نضغط نسكر إذا وخرنا يغلق، أو نقدر نخليه يشتغل على طول ننزله تحت خلاص كذا يبدأ يشتغل هو من نفسه على طول. شايفين كيف الطريقة؟ هذا كذا إذا رفعته فوق لازم أضغط أنا عشان يشتغل، أو أنزل تحت يصير هو يشتغل على طول. هذا زي ما قلنا نقدر ننزل. هذه الكواية البخارية تقدرون تستخدمونها معكم، تاخذونها في السفر، تكوي الثياب، تستفيدون منها. راح نجرب هذه اللي هي المكنسة الذكية الريبوتية. طبعا هذه هي المكنسة الريبوتية زي ما شايفين فيها هنا، هذه حقت تنظيف وهذا حق الدوار. هنا من هنا يدخل اللي هو التراب اللي تنظفه. طبعا راح نفتحها ونشوفها من جوا نشوف كيف. طبعا هذه يجي من يجي شوفوا كيف. هاي طبعا تجربة راح نشوف نجربها ونشوفها. هذا هو بيجمع فيه التراب. طبعا هي تنظيف اشياء بسيطة ما يبقى قوية. هذا الفلتر راح نشوف بعد، نفتح الفلتر ونشوف ما شاء الله. شوف كل هذا نظفته، يعني هي بس تنظف الأشياء اللي بسيطة مو كثيرة. طبعا شغلوها، فيها أنواع كثيرة منها. طبعا هذا نوع من الأنواع. طبعا نسكر نحطها كذا، بعدين نسكر الغطاء كذا. بسم الله، واحد من هنا من هنا من هنا، ونضغط الزر تشغل ونخليها تشتغل على راحتها. لو اصدمت بأي جدار راح ايش، اي جسم راح تغير تعكس الاتجاه، هي حساسات خليها تعكس الاتجاه وهي تمشي وتروح. بس لازم في البداية انكم تشحنوها عشان هي تبدأ تنظف نفسها. كيف تمشي وتنظف. وبعدين يجي معها هذا هو سلك شاحن تشحنونها. راح اوقفها عشان نشوف وين نشحنها معها. راح نشبك هذا هو سلك الشاحن حقها، نشبكه هنا ونجيب اي راس مخرج USB ونشبكه في الكهرب. طبعا هذا الآن أنا شغلت الكهرب، الآن اللمبة حمراء يعني تحتاج شحن. إذا هي يعني خلاص مشحونة راح تختفي اللمبة هذه خلاص، يعني ما يحتاج. لكن طول ما هي حمراء فهي تحتاج إلى شحن. طبعا راح نشوف، لازم نفصلها الآن ونشغل. بسم الله، خليها تشتغل.